بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين في جزئية الـ API الخاصة بالـ Apex Language. دلوقتي هنعمل ديليت للمسج اللي انا عملتها، اللي هي دي يا جماعة. لو انا هعمل ديليت من هنا، انا عايز امسح مسج موجود. طيب، المنتهى البساطة، انت بقى هنا محتاج حاجة مش هتعرفها او مش مباشرة. زي ايه؟ انا محتاج الـ ID بتاع دي المسج دي. طبعا اتسجلت في جدول فليها اي دي، انا عايز الـ ID بتاعها. طب انا هعرف الـ ID بتاعها منين؟ هروح كده زي ما هو كاتب لي في المثال، الاقيه عمل لوب عشان يجيب الاي دي بتاعها من جدول او من فيو اسمها ابيكس ابلكيشن ترانزليشن. اخد الجمله دي كده، او حتى ممكن ناخد على نفس اللي هو كاتبه، ناخدها كده كوبي، وبعدين نروح على السيكوال كومنت ونكتب الجمله دي بتاعتنا. اتاكد من الابلكيشن بتاعي رقمه 102، اقول له انا عايز ترانزليشن بتاع الابلكيشن 102 اللي المسج بتاعته اسمها كذا واللغه بتاعتها كذا. انا مش عايز دول، انا هقول له بس هات لي المسج اللي موجوده هنا، واعمل اجيب استريكس كمان، اجيب كل الداتا. انا مش عايز بس الاي دي عشان اشوف الرساله بتاعتي اللي مسجلها اهي. هو بقى عايز منك الترانزليشن انتري اي دي ده، عايز ده عشان يقدر يعمل له ديليت. تمام، اروح بقى خلاص بقيت فاهم. امسك الاي بي اي بتاعتي الاول زي ما اتعلمنا، هنعمل دبليكيت للزرار كده ونديله اسم جديد، طبعا نشيل مسافة، وبعدين نعمل بروسس ونربطها بالزرار الجديد بتاعنا اللي هو ديليت مسج، وبعدين ناخد الكود بتاعنا بقى اللي هو بمنتهى البساطة ابيكس لانجوج دوت ديليت مسج، واديله الاي دي بتاعي. ده الكود يا جماعة، محتاج منك الاي دي اللي احنا جبناه جملة سيلكت اللي هو ده. هاخد ده كده واحط ابصيهوله البارامتر الوحيد اللي هو البي اي دي ده. تمام، تعالوا نجرب. في خطأ عشان الزرار المسافة. تعالوا بقى كده نجرب ديليت مسج اتدلتت. لو انا روحت للمسج بتاعتي كده وعملت لود مش هلاقيه. واحنا كمان خلصنا الجزء التاني او الرابع عندنا من البروسيدر اللي هي اسمها ديليت مسج، اللي بتقدر تمسح المسج عن طريق ان انت تبقى عارف الاي دي بتاعها. وقلنا الاي دي بتاعها بيجي من جملة او من الفيو اسمها ابيكس ترانزليشن، ابيكس ابلكيشن ترانزليشن. سلام عليكم.